شكل مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته صاحب جلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008 رؤية ملكية للاستجابة للتحديات الكبرى للقطاع الفلاحي وبرنامجا طموحا لجعل هذا القطاع المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا وخاصة بالعالم القاري. وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق المخطط يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطى وحققت الأهداف المنتظرة منه لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، حيث ساهم المخطط في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام ليتجاوز سقف 127 مليار ديال الدرهم سنة 2021 ومضاعفة الصادرات 3 مرات مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75% في الوسط القاري، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القاري بنسبة 66%، كل ذلك من خلال تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار ديال الدرهم تشكل منها الاستثمارات الخاصة أكثر وأزيد من 60%. مع اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية لتنمية سلاسل الإنتاج وضمان استدامتها خاصة تلك اللي عن المغرب عنده فيها واحد تنافسية، مضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط 4 مرات، غرس أزيد من 590 ألف هكتار بالأشجار المثمرة والحد من الأمراض النباتية والحيوانية وتقوية المراقبة المستمرة لصحة الثروة الحيوانية، فضلا عن إعداد استراتيجيات خاصة للمناطق الهشة كالبرنامج الموجه لتنمية المناطق الوحية وشجر أرغان ووضع البرامج البرنامج الوطني لتنمية المراعي بهدف الإدارة المستدامة للموارد الرعوية. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.